وكل محامي سعد المجرد محامية جديدة للدفاع عن قضية العنف والاغتصاب التي نسبت إلى موكله للمرة الثانية، وتبين أن دفاع هذا الأخير قد تقدم بطلب لإدخاله للمستشفى بدلاً من السجن إذا تبتت تهمته، وذلك بتقديم تقارير طبية عن حالته الصحية. كما أفادت مصادر إعلامية فرنسية أنه من المنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيل عرض المجرد أمام أنظار القضاء الفرنسي اليوم الثلاثاء على خلفية اعتقاله صبيحة الأحد بعد تقدم فتاة فرنسية من أصل مغربي بشكاية تفيد تعرضها للاعتداء ومحاولة الاغتصاب من قبل المجرد. وللإشارة فإن هذه القضية الجديدة ستؤثر على قرار حصوله على إفراج مؤقت وعلى مصداقيته في قضيته الأولى، خاصة بعد ضغط الفتاة الفرنسية لورا بريول على القضاء الفرنسي لتشديد الحكم على المطرب المغربي، حيث نشرت في تدوينة لها على فيسبوك أن ضحية المجرد الجديدة ما كانت لها أن تعيش هذه الدراما لو كانت العدالة الفرنسية أكثر صرامة.